مستمعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من تطوان مع معتكف. اهلا وسهلا ومرحبا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اكيد اليوم المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن اهتزوا على هذه الفضيحة وعلى هذا الفيديو اللي وقع في مدينة طنجة. مباشرة من تطوان مع معتكف، شنو في نظركم العقوبة اللي كيستحقها الشاب المتهور اللي حيد للشابة حوايجها في الشارع العام وتقها بالفيديو؟ طبعا هذا الفيديو انتشر بسرعة كبيرة متابعينا عبر المواقع وعبر الواتساب. شابة ماشية هي وشاب في مدينة طنجة في حي بوخالف على مقربة طريق الرابطة المؤدية إلى مطار طنجة، طريق الرباط. أكدتنا بعض المصادر معي المكان متابعينا أن هذا الشاب كان هو والصديق ديالو كان كيوثق هذه العملية بالفيديو. قال له شحال تعطيني نمشي نعلي الحوايج أو نحيد السروال أو نعلي الصاية ديال هذا البنت؟ قال له نعطيك 20 درهم. وقع التحدي، شباب متهور طبعا ولكن أكيد غيأدي بثمن غالي بعد ما تم اعتقالهم. تصرف غير مسؤول، استنكروا المغاربة أكيد استنكرنا كاملين، وتا شي واحد ما يقبل على هذا الفعل أو هذا التصرف الصبياني المتهور. في نظركم متابعينا شنو هي العقوبه اللي يستحق هذا الشاب باش نعطيو به درس للاخرين؟ لان ما يمكنش نسكتوا على هذا التصرف وهذا الفعل الخطير اللي ما عنده حتى شي علاقه بالواقع المغربي ديالنا. لان ما عندك، شكون انت سيدي وشكون انت باش يمكن لك تمشي تحلي الصايه وتبين المؤخره ديال هذه الشابه رفقة واحد الشاب ما عرفناش واش الخطيب ديالها ولا صديقها ولا خوها ولا صاحبها ولا ما نعرف. حنا ما كيهمناش شكون، كيهمنا هو ان هذه البنت ماشيه في الشارع العام، من حقها شكون انت واللي عطاك هذا الحق باش تجي توثقها بالصور فيديو وتعلي لها الصايه ديالها وتبين المؤخره ديالها للعالم؟ انت شكون انت؟ وضع راسك ان هذيك اختك بنتك، حتى شي واحد ما عاد يقبل هاد النوع ديال التصرفات. هما اللي كيسبوا في جرائم ديال القتل، لان تصوروا ان هذاك الشاب بالصدفه كان ممكن يكون باها ديال ديك البنت او خوها او شيء او احد الاقارب، كان ممكن يخلق مشكل ومشكل كبير. اذا متابعينا شنو رايكم في هذا التصرف الغير الاخلاقي والمنطقي؟ لا لا لا، شوف ابراهيم يجيش يقول لك لا علاش هي علاش ما لابساش الملابس الداخليه؟ اسيدي تكون لابسه الداخليه ولا الخارجيه؟ شكون انت اللي ما جيتش علي لا سروالها؟ هذوك الناس اللي لابسه حتى واحد ما عنده الحق يقول علاش او ماشي علاش. تلبس الملابس الداخليه او تلبس سترينغ او تلبس اللي بغات، هي ماشيه في الشارع العام باش يجي شخص متهور ها هو الان تعتقل وضعت الحراسه النظريه، وطبعا اكيد وهو الصديق ديالو اللي كان معاه كيوثق بالفيديو يتحمل مسؤوليته. مما علاش كافيه المحكمه على الدينو اكيد، لان وضع راسك انت، وضع راسك انت حاليا ان هذيك اختك او بنتك طبعا هذا موضوع ديال الراي العام بصراحه. ما يمكنش ان الانسان يجي بهذه الطريقه ويدير هذا التصرف طبعا الغير المسؤول، تصرف غير مسؤول متسبينا، ما يمكنش طبعا ناخذه بعين الاعتبار. وحنا معكم في هذا البث المباشر متسبعي قناة شوف تيفي، لان هذا موضوع ما يمكنش طبعا يتخذ الامور تدوز بهذه الطريقه. اذا بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم. ما يمكنش، لان علاش هذا السؤال كيتطرح؟ ما يمكنش الانسان يجي البنت ماشيه في الشارع رفقة الصديق ديالها او بوحدها او مع خوها او مع الصديق ديالها في الدراسه في العمل. هذا الموضوع وقع في مدينه طنجه اليوم، تسرب الفيديو بواحد السرعه. طبعا تحركت المديريه العامه للامن الوطني وتم اعتقال الشخص المتورط، وكان استنكار ديال المغاربه. موضوع رجع موضوع ديال الراي العام، الناس الان رجعت كتخاف على وليداتها. اذا هاد التلميذه مازال صغيره، ما شاء المدرسه ولا ما شاء الخدمه ولا ما شاء كتخلف، شكون انت؟ شكون اللي عطاك هذا الحق؟ مدينه طنجه طبعا اهتزت على هذا الموضوع اللي هز الراي العام. يعني بصراحه رجع موضوع ديال الراي العام الان. ما يمكنش ان الانسان ماشي في الشارع ويجي واحد المتهور دابا ها الهاتف الذكي من تيأدي، الناس عندهم الهاتف الذكي تيشوفوا به موعد، تيديروا بحد الميداني، يشوف به طائره، يشوف به المطار، يشوف به دوله، يشوف به قانون، يشوف به العمله الصعبه. حنا لا، حنا الهاتف الذكي عندنا دابا. الشاب اللي وثق بالفيديو
والشاب المعني اللي بان انه على الصايا او الكسوه وحيد لها حوايج امام الراي العام الوطني والدولي. دابا هذيك السيده هذيك شنو هذيك البنت هذيك الشابه في نظرك هذاك الاخ اللي قال علاش ما لابساش الملابس الداخليه؟ تصور اذا كانت اختك اشرف واش انت اختك غتدخل معها تعرفها واش لابسه الملابس الداخليه وما لابساش؟ سؤال وتفاجئتي بانها ما لابساش لابسه سترينغ من حقها. هذا الشارع العام والسيده ماشيه ما باش نديروا هاد الموضوع. اذا متسبين احنا مازال معكم في هاد الدردشه عبر شوارع الحرم البيضاء. بغينا ارائكم بغينا تعليقاتكم. طبعا هذا الموضوع هز المغاربه ورجعت الموضوع كما قلت رجعت قضيه الراي العام. لماذا؟ لان الناس استنكروا هاد الشيء وتواحد ما تقبلوا. لماذا؟ لان هذه شابه ماشيه في الشارع رفقه واحد الشاب واش خوها واش الصديق ديالها واش جارها واش معاها في الخدمه واش معاها في المدرسه الله اعلم. الموضوع اللي كيهمنا الان هو شكون اللي عطى الحق من هذا الشخص هذا انه يعلي لها على حوايجها. لا يعذر احد بجهل القانون. هذا كيدخل في السياق ديال شرع اليد. هو كيتفلى لانه هو تغانم مع صاحبه تعطيني 20 درهم او كذا وشحال ما تقدرش نقدر ما نقدرش شحال تعطيني ندير هذه العمليه. ها هو جابها ساكنه جاب الربحه. الله يحسن العوال لوالديه طبعا ولكن الله يحسن العوال من ديك العامل النفسي ديك البنت والعائله ديالها واخواتها وباها وكل شيء. طبعا هذه العائله ديال هذه البنت هذه متسبينه من اللي غايشوفوا هذا الفيديو شنو كتنتظروا منهم شنو يقدر يكون رد الفعل ديال هاد الشابه شنو ممكن يوقع شنو رد الفعل متسبعينا اللي ممكن يكون. تصوروا ان الاخ ديالها صدفه حضر على ديك العمليه ممكن توقع جريمه لا قدر الله. وسي ابراهيم ديك المصطلح اللي قلتي غادي نترجمه بلغه اخرى بنت المؤخره ديالها اعتبر ان انت اختك بنت المؤخره ديالها تقبلها ويشوفها العالم باش نكونوا واضحين مع احتراماتي للاخ حنا ما غادي نشخصموش الموضوع. لا ماشي كندافع على العرا شي واحد قال لك كندافع لا 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 انا ما كندافعش على العرا ولكن ما عنديش سلطه تقديريه لان ما غادي ما نقلبوش ما نقلبوش الموازين ديال النقاش. راه كلشي ماشي في الشارع كلشي في البحر عريان كلشي في الشارع عريان صافي هذيك الحريه الفرديه كل واحد يتحمل مسؤوليته. حتى واحد ما عنده الحق انه يقول باغي تقول له هذا منكر قولوا في قلبك اسيدي فرضا. اما باش تجي وتعري المؤخره ديال البنت في الشارع العام وانت كتفلى يمشي للحبس اسيدي وتكون شديد العقوبه باش نكونوا واضحين. ان هذا الموضوع هذا اللي تسكت عليه غدا راه غادي يوقع لاختك وجارتك ولبنتك ولاي واحد. راه ما يمكنش حتى واحد بالفعل جاب الربحه فاطمه. هذاك موضوع اخر خلينا ما ندخلوش في هذه القضيه. السي ابراهيم كانوا عندها خوته ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش خوته المذكر ما عند الله بخلقت ما عندهاش خوته رجال. وشحال وحده عندها خوته رجال ما ندخلوش في هذه العقليه ديال كانوا خوته ولا باتي حكمه ولا كذا. هذا موضوع اخر. حنا تنهضروا ان هذه السيده هذه ماشه في الشارع ماشه زيد التاكسي زيد ماشه في الشارع ماشه في الشارع جاء واحد دار هذه القضية. وهنا السي ابراهيم غادي نذكرك بواحد الموضوع. عشت في مدينة طنجة سنوات هذه اللي ما خانتنيش الذاكرة أعتقد 2007 وغادي نذكرك السي ابراهيم ونتمنى يكون الإجابة ديالك حتى هي كما طرحتي السؤال في الأول. مع سور المعكازين في مدينة طنجة سيدة بالجلابة والسبنية بالفولار وجوج ديال الوليدات والزوج ديالها شادها له تحت يده ماشيين تيخلفوا مع سور المعكازين. وبالمناسبة عبدو ربي كنت ديك الساعة في جريدة العالم الورقية طبعا 2007 جالسين في واحد المقهى مع سور المعكازين وما جي واحد الشمكار بين قوسين متسكع السيدة ماشية مع الزوج ديالها وشادة في وليداتها وجا من الخلف ديال المرأة بحال اللي كيفعل فيها وهي واقفة. راجلها ملك الأعصاب ديالو بغا زعما بحال اللي كنقولوا حنا يملك الاعصاب ديالو واخر بدا بالكلام الساقط ما فيه ما تجمع. هذاك الزوج ضربو جابوه في الارض وزطملوه على الحجور ديالو على الجهاز التناسلي ديالو مات الاخر.
شنو غتقول السي ابراهيم الان؟ السيده لابسه الجلابه ومحترمه وماشيه مع وليداتها والزوج ديالها ومعها راجلها شبر الله في يدها، الاخر مقرقب محشش. جاء هذا السيد مات، اخر مشى للحبس او خلى المراه والوليدات ديالها للاسف. كنتذكر انه كان رجل تعليم، دانتو المحكمه، دانتو المحكمه للاسف. اذا هنا هذا النوع ديال هذه المواضيع بحال هكا تيخلقوا مشاكل كبيره وكبيره بزاف. هذه المشاكل بحال هكا تيخلقوا جرائم، على ضوءهم تيوقعوا جرائم. طبعا الاهم هنا هو الله يحفظ، بالفعل هذه راه جريمه خطيره كانت ممكن توقع. المغاربه شافوا المؤخره ديال هذه البنت والصور والفيديو انتشروا بواحد السرعه توثق. دابا هذيك البنت العامل النفسي ديالها وعائلتها، هاد الام ديالها، هاد الاب ديالها، هاد خوتها في الخدمه في المدرسه، الجيران في الحومه، الحانوت اللي كتسخر من عنده، ما محل من الاعراب. وتجي الام ديال الشاب اللي دار هاد الفعله تقول واه الدري مازال صغير ما عندوش العقل. اي غيدخل للحبس وغيرجع عنده العقل ديك الساعه، لان خصو يدخل للحبس، باش يعرف شنو هو الخطوره ديال هادشي، باش نكونوا واضحين. علاش؟ لان هذيك البنت بالفعل بالفعل هذا المشكل هذا راه خطير الاخوان، باش نكونوا واضحين. هذا موضوع راه ما يمكنش السكوت عليه بتاتا. انت تكون ماشي، تصور انت جالس في مقهى وبنتك ماجه من المدرسه، ما بقاتش ما بقاتش واش لابسه الملابس الداخليه وما لابساش، لابسه الملابس الداخليه وعلل على خور الصايع، علل الفلضه ولا علل الكسوه، شنو احساسك؟ وعاد الخطير هو الفيديو، يعني الصديق ديالو الصديق ديالو كيصور. اذا متتبعي قناه تيفي الموضوع ديال طنجه، الفيديو بالفعل اللي انتشر بسرعه كبيره ديال البنت ماشيه في الشارع وجا الاخر عللها الفلضه او الصايه وبنت المؤخره ديالها، شنو نظركم؟ شنو هي العقوبه اللي كيستحق؟ اعتبرها هذيك اختك بنتك، شنو احساسك؟ اذا بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم على هذا الموضوع، شنو هي العقوبه اللي كينتظر في نظركم؟ شنو هي العقوبه في نظركم اللي ممكن تعطان هذا الشاب هذا؟ نجوج، لا اللي صور ولا اللي دار الفعل. طبعا سميره كتقول هذا المنكر، اكيد اكيد. شوف اخي، شوف اختي، احنا مع الحريه الفرديه. السيده مشى لابسه الميني شغلها هذاك، احنا في المغرب واش باغي نرجعوا لنا الفيلم بالرساله؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته. البنت خارجه مع بابا هكاك ولا مع راجلها ولا كذا، وانت ايه؟ وانت مالك؟ الاولى لك والثانيه عليك، تحمل مسؤوليتك. الاولى لك والثانيه عليك، تحمل مسؤوليتك. اذا متتبعينا، بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم. هذا الشيء طبعا طبعا ما عندوش الحق يقيسها، ما عنده هذا الكبت، باش نكونوا واضحين. راه اكيد مما لا شك فيه ان المحكمه عدين الشاب اللي صور واللي زول الملابس ديالها بديك الطريقه. راه خص احكام تكون قاسيه الاخوان، راه سينا نفتحوا هذا المجال هذا وغادي نكرسوا هذه الثقافه هذه. وغترجع انت ماشي مع بنتك ودير حسابك، انت ماشي مع مراتك ودير حسابك. هذه الفوضى، الضحك هذا ماشي موضوع ديال الضحك، هذا ماشي الموضوع ديال الضحك الاخوان. اللي كيبغي يضحك ما كيضحكش بهذه الطريقه. السؤال المطروح، واش عارفين الحاله النفسيه ديك البنت الان؟ دابا حاليا هذيك البنت اعتبرها بنتك، اختك، مراتك، كيفاش غيكون الوضع؟ الحاله النفسيه ديالها والفيديو العالم شافها بديك الطريقه. طبعا اللي صور واللي يحيد الملابس خصهم يتعاقبوا، اكيد اكيد. موضوع رجاع، موضوع الساعه، صراحه موضوع خطير
باش نكونوا واضحين الاخوان، لان هذا الشيء ماشي سهل. راه غادي نبقاو ندقوا ناقوس الخطر بهذه الطريقه، راه ما يمكنش، ما يمكنش تمر، ما يمكنش تمر الامور بهذه الطريقه. اكيد العقوبه هو الحل، لان هذه الثقافه غادي ترجع وعاد ترجع بقوه، لانها ترجع هاد البساله كما تنقولوا، هاد الحموضيه عاد ترجع. وما يمكنش بنت مشى من المدرسه ولا خرجها من العمل او مشى تسخر او كذا، ويجي واحد متهور و ويدير هذا الفعل، ويدير هذا الفعل الخطير امام الملاء. لا اكيد قلة التربية وقلة الدين وقلة الحياء وقلة مجموعة ديال الامور، لان باخر تيجي يقول لك ولا هي علاش لابسه ديك الحوايج. حنا هو الموضوع ديالنا ماشي هو علاش لابسه ديك الحوايج، الموضوع ديالنا هو الفعل. دائما هي ديك الحوايج ماشي هي، ماشي هي، راه عدد كبير ديال الناس اللي تيخرجوا من حقهم. حنا ماشي شغلنا سيدي، حتى دولة، حتى شكون انت؟ ها هو جاب الربحة. بالعكس طبعا تفعلت السلطات الأمنية ولاية الأمن ديال طنجة بسرعة البرق، وتم اعتقال المعني بالأمر وضعوه تحت الحراسة النظرية والتعليمات الأمنية بالعامة المختصة. ها هو جاب الربحة، لا كان تيضحك مع صاحبه تيتخاطر. واش هادي كيتخاطروا عليها الناس؟ واش جيت تعري انت بنت الناس في الشارع العام وكتصور، العالم شافها، الفيديو انتشر بواحد السرعة كبيرة وكبيرة بزاف. لا خلينا مكاسيات عاريات، ما نقلبوش اتجاه ديال النقاش الاخوان. كاسيات عاريات هذاك موضوع اخر، حنا كنهضروا ان هذه سي بنت ماشيه في الشارع. انا عطيت مثال وجريمه اللي وقعت في مدينه طنجه، نيت سيده بالجلابه وبالفولار واللباس محتشم وجلابه واسعه، ومشى مع راجلها وجوج ديال وليداتها، وجا شمكار وشدها من اللور ومارس عليها بواحد الطريقه شاده، دخل الزوج ديالها، ضربة كانت قوية طبعا، ما مات الآخر. ها الراجل مشى للحبس وخلى مراته ووليداته في السباد وحش. أنا بالنسبة لي خصني إعادة النظر في هذا القانون بصراحة. طبعا خص الأمور، كاين شي أمور اللي خصها تتغير الإخوان باش نكونوا واضحين، كاين شي أمور اللي خصها تتغير. الأمور خصها تتحرك، إذن متسبعينا نتمنوا الدعوات ديالكم، نتمنوا الدعوات ديالكم الله يرفع علينا بحال هذا المسخط. الله راضي واسمح لهذا المصطلح ديال المسخط، لأن تصرف ديال المسخط الوالدين، لأن كل واحد يعتبر أن هذيك بنته، أخته، مراته ماشى في الشارع ويخرج لهذا المتهور بهذه الطريقة. في نظركم شنو هو الحل باش تطبطب عليه؟ طبعا هذا الشيء تيأسف بصراحة. هو غنقول أنا شخصيا الحمد لله أنه كاين الفيديو اللي فجر هذا الموضوع، لأن تصور كان ما كاينش الفيديو غيكون مارس عليه هذا العنف هذا، وحتى واحد ما غيشوف. ها هو تفضح، لان صاحبه اللي صوره كيعلي اللباس ديال البنت وبين لها المؤخره ديالها للعالم، بان وجهه باش على اثر ذلك تعتقل. اذا متسبعينا كنتمنى لاقصى عقوبه، حتى البنت خصها، حتى البنت خصها الله من الدار داخل. اذا كما قلت متسبعين، احنا مازال معكم في هذه الدردشه الليليه عبر شوارع الحانه البيضاء. بالفعل هذا الموضوع اثر في الناس،
هنا بغينا جمعيات حقوقيه تدخل على الخط صراحه، بغينا حقوق المراه يدخلوا على الخط، بغينا الجمعيات القانونيه تدخل على الخط، لان هذا الشيء خصو يتوضع له، هذا الشيء خصو يتوضع له حد باش نكونوا واضحين. راه ما يمكنش ويجي شي واحد ويقول لك لا حقا علاش هي لابسه هكاك، وانت شغلك وانت شكون انت؟ اذا نتمنوا ان القضاء يقول الكلمه ديالو، هذا الموضوع، لان بالفعل الموضوع رجع قضيه راي عام. الناس دابا كتخاف على وليداتها، لان بصراحه هاد اذا فتحنا هذا المجال، اذا تفتح هذا المجال راه تلقى البنت ماشيه خصها دير لها الشباك ديال الحديد، باش نكونوا واضحين، خصك دير لها الشباك ديال الحديد، لان هذا الشيء تاسف. السؤال مطروح، شوف العامل النفسي ديك البنت دابا كيفاش غتكون دايزه في الشارع ولا في الخدمه ولا في المدرسه ولا في الحي، وهو العالم شاف لها المؤخره ديالها. اذا كانت بنتك ولا اختك واش تقبل هادشي؟ واش تقول لي لا انا بنتي ما نخليهاش تخرج تلبس هكا، لا انا بنتي ما نخليهاش كتخرج هكا. حنا سيدي هي لابسه مزيان، جا لاخر بشي عود وحشاله في المؤخره ديالها، وما وشفنا هذه الحالات واستسمح، لان اللي كيدير التصرف المتهور ماشي بالضروري زعما حيت هي اللباس مثير، ممكن تكون لابسه السروال تجي، ممكن تكون لابسه الجلاب، ممكن تكون، لان هو باغي ينشط مع صاحبه ويضحك، هو كيقصر. طبعا المسؤوليه هنا مشتركه بين الاباء، يشرحون وليداتهم. بصراحة راه هادشي تيأسف الإخوان، بصراحة راه هادشي تيأسف. علاش؟ لأن هاد البنت ماشية في الشارع العام، ما بها ما عليها، تخرج هاد الشاب متهور رفقة الصديق ديالو اللي كيوثق، يعني مع سرق إسراف ترصد كاين سوء النية، وتبارطاجا الفيديو وتوثق الفيديو، الصورة أبلغ من ألف كلمة، ويجي واحد يقول لك ولا كاسيات عاريات، ولا أي كاسيات عاريات نتحدث الشريف، راه كنهضروا على البنت ماشية في الشارع العام. إذا دابا راه خصنا صافي اللباس ديال الأفغان في الشارع باش ما، وهذوك هما نعرفوا. إذا كان شي واحد عاو سكران وطالع له القردان الراس، راه ممكن يدير شي رد الفعل ماشي هو هذاك. إذا المتسابعين كنشوف طيب، إحنا معكم في هذه الدردشة مباشرة من تطوان مع معتكف، شنو رأيكم؟ او شنو هي العقوبه، شنو هي في نظركم العقوبه اللي كيستحقها الشاب المتهور اللي حيد للشابه حوايجها في الشارع العام ووثقها بالفيديو؟ طبعا شي واحد قال لك لا حتى هي لابسه داك اللباس مثير. اسيدي اذا كانت بنتك او اختك واش غادي يعجبك الحال؟ هذا انا في نظري خصو يمشي للحبس، هو اللي وثق معاه الفيديو، وخصها تكون الادانه ارقام قاسية. علاش؟ باش نديرو حد من هاد التصرفات. تا واحد ما عنده الحق، تا واحد ما عنده الحق أنه يدير هاد التصرف الغير القانوني الغير الأخلاقي الغير الإنساني في الشارع العام. هاد البنت هادي دايرة لباس داخلي مثير، حياتها هذاك واش درتو للشارع العام؟ هي لابسة اللباس لا خرجت يعري عليها. علاش؟ علاش هاد الشوهه؟ كما قلت راه هاد البنت خصها طبيب نفساني، خصها تعالج، حيت الوضع خطير وخطير بزاف، وهذا موضوع اثر على المغاربه الاغلبيه. كاين استثناء اللي كيقول شي كلام اخر في التعاليق، ما غيكونوش داخلين معنا في هاد الاغلبيه باش نكونوا واضحين. البنت ماشيه في الشارع، جا شاب متهور يعري لها على المؤخره ديالها ويصاحبه ويصور بالتنسيق معاه في اطار التحدي، كل واحد يتحمل مسؤوليته، كل واحد يتحمل مسؤوليته. هذا الشيء ماشي ديال اللعبه الاخوان، هذه راه شابه ماشيه في الشارع العام، انت ديجا مخطط
بالفيديو كتوثق الحادث المأساوي بصراحة، لأن هاد البنت هادي مش على خاطر مش على رجلها هي، وداك الشاب اللي معاها واش خوها واش الصديق ديالها واش الخطيب ديالها واش راجلها واش واش واش، الله أعلم ما شاف الشارع. تيجي شاب آخر وتيعلي لها الملابس ديالها. طبعا في نظركم شنو هي العقوبة اللي كيستحق؟ نشوفوا لغة الأرقام الآن، عطيونا أرقام ديال العقوبة يعني بالعقل، شنو هي الأرقام اللي كتشوفوها كتشفي الغليل ديال هذا التصرف اللي دار هذا الشاب هذا؟ نشوفوا الأرقام. كاين اللي يقول ظروف التخفيف، كاين اللي يقول أشد العقوبة، نشوفوا الأرقام. لا بالفعل خصو يمشي للحبس باش نكون واضحين، باش يكون عنده درس في حياته، خصو يمشي للحبس. شنو هي الأرقام اللي كتشوفوا هاي تربى شي شوية؟ إذن متسبعينا بغينا أراءكم، بغينا تعليقاتكم. عزيز كيقول حرام هذا الباش في الشارع، حرام هذا الباش في الشارع، أوكي، وماشي حرام يعني على المؤخرة ديالها في الشارع هو تيصور. محمد كيقول هذا ميساج لذلك المتبرجات، شكون عطاك هذا الحق يا أخي باش تعلي على الباس واحد آخر؟ إذا متسبعينا طبعا هذا موضوع خطير بصراحة، وخصو توضع له حد، لأن لا تفتح هذا المجال غتلقى الشريف أنت اللي كتقول هذا ميساج المتبرجة، تقدر تكون بنتك ولا أختك ولا بنت بنتك ولا ولد بنتك ماشي في الشارع ويوقع له هذه القضية. هذا الشيء تيأسف، هذا الشيء تيمرض بصراحة. أنا شخصيا شفت الفيديو، العامل النفسي ديال ديك البنت بصراحة راه صعيب وصعيب بزاف. لحنا كاملين مسلمين اخي، حتى واحد ما كيتزاد في, 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 في الايمان ديالو على شي واحد اخر، باش نكونوا واضحين. حنا كنناقشوا الموضوع من زاويه المعالجه ومن الجانب القانوني، هذا هو الاهم. اما كل واحد كيتحمل مسؤوليته، او والله كل واحد كيتعلق من فرقوش، باش نكونوا واضحين. ولكن البنت ماشى او السيده ماشى في الشارع العام ويجي واحد المتهور ويعري على المؤخره ديالها ويفضحها امام العالم وتوثيق الحق في الصوره، شكون انت وشكون عطاك هذا الحق هذا وعلاش؟ اذا متسبين احنا مازال معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحان البيضاء ديال الاجواء الليليه ديال تطوان. طبعا 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 خصو يمشي للحبس هو واللي صور، هذه ما فيهاش النقاش. لا ما كاين لا خير العقلي ولا والو، السيد بخير. حيت حنا المغاربه الاغلبيه ملي كيقولوا المجال كيقولوا هذا عنده اضطرابات نفسيه، اللي عنده اضطرابات نفسيه ما كيمشيش للمؤخره، كيمشي يهرس الدجاج، كيمشي يدير شي حاجه، ما كيهضرش ما كيتحركش. باش نكون واضحين، ثبت علميا ان الناس اللي عندها خلل عقلي راه ما كيمشيش يمارس الاعتداء الجنسي ولا بهالطريقه بحال هكا ولا التحرش. باش نكون واضحين، لان بعض المرات حنا كنقلبوا المفاهيم وكنبقاو نهضروا على اشياء بطريقه او باخرى. اذا متسابقا شفتي لي احنا مازال معكم في هذه الدردشه عبر شوارع الحان البيضاء، بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم، وشنو هي العقوبه بالفعل اللي كتشوفوها مناسبه لهاد الشخص المتهور؟ اكيد الجهل بزاف. رشيد طبعا كيقول واش الاسلام كيقول نعريو، لان دابا بعض التعاليق للاسف كما قلت الاخر من لا شيء كيبغي يخلق لك الشيء، من لا شيء كيبغي يخلق لك الشيء راه ما يمكنش. هذاك الشارع عام، هذيك بنيته ماشى واش خرجه من المدرسه واش خرجه من الخدمه ولا ماشى ندارهم ولا ما نعرف، حياتها هذيك ومن حقها باش تجي انت بتنسيق مع الصديق ديالك وتصور، راه ما يمكنش هذا الشيء يتسكت عليه. دابا بصراحة هذا موضوع غادي يأثر في العنصر النسوي بالدرجة الأولى، فئة عمرية مختلفة، راه ما يمكنش الأمور يتم السكوت عليها، هادشي راه خصو يتوضع له حد ويكون عبرة للآخرين، لأن ما يمكنش الإنسان
مالك الله يهديك، راه تنهضروا باللغه العربيه، ما هضرناش علاش هضرنا على المؤخره، راه العالم الصغير والكبير تيهضر في المؤخره باش نشرحوا للناس المتتبعين ديالنا. السيده ما شاف الشارع جا الاخر على المؤخره ديالها، تم التوثيق ديال هذا الفيديو. حيت كاين المتتبعين تيدخلوا جداد كيكونوا قرا الموضوع ولكن ما عرفش السياق اللي ماشي تنهضروا فيه، باش تنوضحوا الامور لا قل ولا اكثر. متتبعي قناه شوف تي في، احنا مازال معكم في هذه الدردشه. هذا الموضوع الحقيقه اللي اتصلوا بيا مجموعه الاصدقاء ومجموعه الناس، قال لك الله يخليك افتح لنا موضوع النقاش، حنا راه قلبنا طايب، حنا نكونوا معك في التعاليق ونشوفوا شنو كاين. بالفعل الناس تقلقوا، الناس مرضت، الناس اللي بغات النظر، شوف اللي عنده البنات واللي ما عندوش البنات، اللي عنده اخته واللي عنده بنته واللي عنده المدام ديالو، راه اذا فتحنا هذا المجال هذا راه نكونوا مشينا في واحد المنحه خطير وخطير بزاف. اذا متتبعي قناه شوف تي، بالفعل بالفعل هادشي خصو يتوضع له حد. هادشي راه متتبعينا بالفعل، ملي كنهضروا حنا على ملي كنهضروا على الامور، ملي كنهضروا على الامور متتبعينا كنهضروا على حوايج. وعليكم السلام. تنهضروا على حوايج يعني استثنائيه، تنهضروا على تطبيق القانون، راه الاستثناء، راه ما يمكنش دوز الامور بهذه الطريقه. تخيل انت اخي جالس في المقهى وبالصدفه هذيك اختك دايزه بداك اللباس. انا ما شوف هذاك اللباس عادي، ما نكونوش ماشيين عندنا الالة الكشف، هذه لابسه الملابس الداخليه وهذه ما لابساش، وهذه دايره سترينغ وهذه ما دايراش، وهذه دايره الطانكا وهذه ما دايراش، باش نكونوا واضحين الاخوان باش نبقاو في السياق الموضوع. ولكن بعض المرات كما تنقولوا خشي امور توضح باش الانسان كيعرف شنو فين ماشي. راه ما يمكنش، شكون انت سيدي؟ اذا هذه اللي لابسه السروال ديال الجين ما يديرلاش هكا، وهذه ندير لها هكا، ما ماشيين هذا المستوى، هذا التهور. راه الانسان خصو يتحمل مسؤوليته، شكون واضحين يتحمل مسؤوليته هو والشخص اللي معاه، لان هذاك مع سبق الاسره والترصد، كاين سوء النيه مسبقه، كاين تنسيق مسبق باش غادي يصوروا هذاك الفيديو ويبارطاجيوه. الحرمه ديال البنت، انا كنقول هذيك البنت خصها تمشي للطبيب يعالجها نفسيا ستريتمون، لان مع العماره اللي ساكنه فيها ولا الدار اللي ساكنه فيها والحومه اللي ساكنه فيها والحانوت اللي كتسخر معاه من عنده والمحل الخدمه ديالها وكذا وكذا، كيفاش غتكون الحاله النفسيه ديالها؟ باش نكونوا واضحين، ماشي شي واحد يقول لك ولا حتى هي عريانه. وإذن على هذه القبيله الناس اللي كيمشيو للبحر كاملين، ديك البحر كامل خصو يتعرى يدار له نفس الطريقه، ما غادي يمشوش في هذه الثقافه الاخوان. كل واحد من حقه يدير اللي بغى، ولكن باش تجيو تمارس هذا العنف بهذه الطريقه وتوثقوا يتحمل مسؤوليته. انا مأكد ان الام ديك البنت بكات، وحتى هذا تبكي الام ديالو. طبعا هذا الموضوع ما عاد يعجب بزاف ديال الناس، يعتبروا بان لا انت كتدافع بحال اللي قال شي واحد. وكاين اغلبيه ديال التعاليق الناس اللي بالفعل ماشيين في هذا الاتجاه، وكاين ناس متبعين معنا المباشر داخل الوطن وخارج الوطن. راه ما يمكنش نكرس واحد الثقافه الاخوان، هادشي راه خاطر، هادشي خصو يتوضع له حد. لان انا مأكد هذيك البنت كانت بهذه الطريقه، كانت في شي بلاصه ماشي في الشارع العام كبير في شي زنقه مقنته، كانت تقدر توقع على شي حاجه اخرى، كان يقدر يكون فيه شطط في استعمال العنف اكثر. شي واحد قال لك لا خليها باش تلبس حوايجها، هي راه لابسه حوايجها، هي حوايجها راه لابسه، ماشي عريانه في الشارع. على العموم لا شوف بيان سيغ هاد السيده خسر هاد الاعتبار، هاد البنت وهاد الشابه خسر هاد الاعتبار. باش نكونوا واضحين، علاش غايجي هاد السيده ويعقدها ويدير لها هاد؟ انا كنقول عي هاد البنت هادي اعتبرها انت اختك، بنتك، مراتك، واش تقبل شي واحد يدير لها هاد الطريقه؟ طبعا
المغاربه كاملين الاغلبيه باش ما نقولش كاملين، لان كنشوف بعض التعاليق اللي ما غادي يدخلوش معنا في اللعبه النقاش او في السياق ديال النقاش. ناس استنكروا هذا الفعل وطالبوا بالاعتقال ديالو الفوري وبالادانه ديالو وبتشديد العقوبه. طبعا كل واحد حر في اللباس ديالو. شي هذه العمليه كان يديرها في شي دوله اوروبيه الله تيكسلو ب 25 سنه ديال الحبس. في لي زيتازوني كان يدير هذه العمليه في امريكا وجي تشوف الحكم كيفاش يكون الله تيعدمو. مشي من بعض الدول ويدير هذا التصرف بحال هكا في الشارع العام وجي تشوف حقوق الانسان كيفاش دايره. في الشارع العام السيده ماشيه، البنت ماشيه من حقها. شكون اللي عطاك انت هذا الحق هذا باش تكرفس على هذه البنت بهذه الطريقه؟ انت شكون انت؟ لا تنضحكوا مزيان اسي، انت دابا تضحك دابا ملي تضع تحت الحراسه النظريه وتقدم النيابه العامه حتى هما يضحكوا معاك وغادي يشوفوا الضحكه فين عاد تصفي. لان كاين بعض المغاربه للاسف يقول لك لا اشريف انا في المغرب 2021 الحق في الحياه. كل واحد شوف انت هاهي ماشيه بديك الصايعه ميني، انت شكون انت؟ شكون اللي عطاك هذا الحق هذا؟ هي خارجه من دارهم مع عند خوتها مع عند ماماها مع عند راجلها مع عند بابا، شو وانت شكون انت؟ انت شكون انت؟ شكون اللي عطاك هذا الحق؟ للاسف نجيب كيقول في نظري الشخصيه الصحيحه اقصى عقوبه، لا اكيد اكيد مما لاش كافي عاد ديروا المحكمة. الادانه ما فيهاش النقاش، لان هذا راه موضوع خطير الاخوه باش نكون واضحين، راه ما نستهلوش بالموضوع بهذه الطريقه، راه موضوع خطير. في نظركم شنو هي العقوبه اللي يستحقوها هذا الشاب اللي بان على المؤخره ديال الشابه واللي كان تيوثق الفيديو الهاتف الذكي والبارطاج؟ شوف تعرف ان كاين سوء النيه مع سرقه الاسره والترصد، تنسيق قبلي وبعد صوره ومن بعد تنشر. شوف كاين شي حاجه سميتها القانون، لا يعذر احد الا القانون. راه ما يمكنش البنت ماشيه في الشارع العام ويجي واحد ويدير هذا التصرف مع التوثيق. شي واحد قال لك العقوبة كتستحقها انت دابا، وشرح لنا العالم علاش بغينا هاد، راه نشوفوا شنو العنوان ديالو شكون هذا اللي قالها، جوهرة السلطان ولا شي حاجة بحال هكا. علعو خديجة كتقول أنا في نظري شهر بركة. أحمد كيقول لك أنت شكون دارك محامي؟ فحالك أخويا أحمد اللي داير هاد التعاليق. هنا كتبان المستوى ديال المتتبعين ديالنا. الله يعطيك انت السي احمد شكون اللي دار لي انا محامي؟ انا كنناقش الموضوع مع المتتبعين ديالنا. انت اذا كانت اختك واش شنو غيكون؟ واش غيتحرك فيك ما يسمى ديك النفيسه ديال الرجال، ولا غتقول هو ما دار والو شاف لها المؤخره ديالها حتى انت كاع ومن بعد نعتبروك راجل بالشهاده ونصفقوا لك؟ مرحبا. اذا اختك تعرضت لهذه القضيه بحال هكا وكتبتي لنا التعليق بحال هكا شكون اللي دارك انت محامي، يعني كتبين لنا بانك انت مسالم الى اقصى درجه. ممكن لنا ان نصفقوا السي احمد اللي كتب هذا التعليق هذا. متتبعينا طبعا هذا موضوع باش نكونوا واضحين، ملي كنهضروا بالفعل تيأسف وتيتوشي عباد الله، راه بالفعل تيتوشي عباد الله. والناس اغلبيه ديال المغاربه طالبوا بالاعتقال، الناس اللي شافوا الفيديو يلاه تبارطاجا طالبوا بالاعتقال الفوري ديالو. طبعا مشكوره مديريه الحموشي مدير العام للامن الوطني ولايه الامن ديال طنجه، تحركت سرعه البرق وتم الاعتقال لانه بان في الفيديو تيبتسم وتيضحك زعما قصر، هو بالنسبه له كيضحك. طبعا هذا الموضوع ماشي ديال الضحك الاخوان، هذا الموضوع بالفعل تيأسف لان ما يمكنش السكوت عليه. نورا غادي نقلبوا تقلب الامور وغترجع كل بنت كما قلت خصها تكون خارجه
ومع الامن الخاص ديالها او لا دير واحد الشبات ديال الحديد. وما غادي نوصلوش لهذا المستوى في المغرب 2021. قانون قانون وكل واحد يتحمل مسؤوليته. انا مأكد جوهرة السلطانة كتقول جاني خص تلبس عليها وما يبانش السليب ديالها. عاش هي بان السليب ديالها؟ هي ماشا في الشارع عادي بحال ايوا الناس. شحال وحدة ماشا دايرة الميني؟ وباش نكونوا واضحين شي شويه الاخوان ما نخربقوش الامور. سيده ماشا مع الشاب، واش راجلها واش صاحبها واش خوها واش جارها واش في الخدمه واش واش واش، هذاك ماشي هو الموضوع ديالنا. بقدر ان السيده ماشا في الشارع العام، خرج هذا الشاب متهور يؤدي الثمن يتحمل مسؤوليته، هذا هو الاهم. متتبعي قنشوف تي في، شكرا لكم. كان معكم معتكف مباشره من تطوان، اخترنا لكم هذا الموضوع اللي عادي نرجعوا له بتفاصيل اخرى. هو الحقيقة موضوع تأسف للأسف، ولكن اللي عطل الله هو هذا التصرفات ديال بعض الشباب. وهذه رسالة مفتوحة للوالدين، يراقبوا وليداتهم ويهضروا معاهم. هذا الكبت راه ما بغيناش نعيشوا على هذا الشيء. جوهرة السلطانة كتقول اه هذاك ماشي ميني، القصير كتلبس مع السروال. اسيدي من حقها تلبس اللي بغات، وتا واحد ما عنده الحق انه يتوشي هاي حاديها ولا. باش نكونوا واضحين، الا جينا نفتحوا هذا النقاش هذا راه ديك الساعه خصنا نمشيو للبحر ونديروا له الشبكه. متتبعي قنشوف تي في، شكرا لكم. نتمنوا ان هذه التصرفات توضع على حد، وفي انتظار كلمه القضاء. كان معكم معتكف كالعاده، تصبحوا على خير. امين، نلقاكم بخير غدا. إلى اللقاء.